لو الصابون فصل معاكي بالطريقة دي زي اللي احنا نصلحه ونرجعه تاني، يعني صابون سائل بجودة عالية وجميل جدا. نعم برضو الرقعون بتاعه كويس، شايفين المنظر، وهتلاقوه معايا كمان اللي هو ايه بقى فيه شفافية، يعني كل ما يفضل معاكي، كل ما يقعد وقت يعني 3 4 ايام كمان هتلاقوه اللي هو بقى ايه شفاف. دلوقتي يا حبايبي زي ما احنا شايفين انا كده عبيت الصابون كده ايه خلاص، طلع معايا الازازة ديت اهيت، وطلع معايا يعني الشوية دول كمان. نعم فده كده الكمية اللي طلعت معايا، يبقى انا كده عملت الصابون صلحته معاكم، شايفين الرغوة بتاعته حلوة ازاي. هنا بقى ايه هنجربه ايه مع بعض، هنجيب شوية مية عشان اوريكم برضو الرغوة بتاعته، حبة مية اهوت، وسايبه انا شويه في الكوبايه، ما رضيتش اللي انا اعبيهم، قلت برضو اللي انا ايه اجرب لكم الصابون عشان اوريكم الرغوه بتاعته. شايفين الرغوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي، معكم حنان الوراكي قناة متنوعة. النهاردة حبايبي زي ما احنا شايفين ده كده صابون، وزي ما احنا شايفين اللي هو فصل كده هو، لأن بيجيني تعليقات يعني في بعض المتابعين عندي بيقولوا لي الصابون فصل معانا، طب نعمل ايه، طب الصابون مش عارفة اعمل فيه ايه، عايزة احلل المشكلة ديت. فانا عاملة الفيديو دوت النهاردة عشان ازاي اللي احنا لو الصابون فصل معاكي بالطريقة ديت ازاي اللي احنا نصلحه ونرجعه تاني، يعني صابون سائل بجودة عالية وجميل جدا. فتابعوني يا حبايبي، بس في الاول فضلا وليس امرا حبيبتي لو اول مرة تتابعيني يا ريت كده تدعميني باللايك والشير والشاك في القناة، وما تنسيش تفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناة اول باول. لا نبدأ الفيديو كده حبايبي على بركة الله، ونشوف هنحتاج لإيه بقى اللي احنا نصلح الصابون ده. هو هنا معايا زي ما احنا شايفين 2 رطل كده من الصابون، وشايفينه بنفس الطريقة. هنا هنحتاج 3 كوبايات من المية، انا حطيتهم على البوتاجاز عشان ايه يغلوا. ما هنبدأ بقى اللي انا نجيب بقى ايه يعني كروانة كده صغيرة عشان أبدأ اللي انا اشتغل فيها، ومعايا خشبة كده، وهنحتاج طبعا لصابون ايه سايق. لا فهنشوف ايه مع بعض. هنا معايا ده كده الصابون السايل ده هوت اهوت اللي انا كنت عاملاه معاكم لسه قريب، الصابون السايل الشفاف. هحتاج منه طبعا، مش هسيبه ايه دلوقتي، هنجيب ايه معايا كروانة عشان ابدأ اللي انا ايه نشوف مع بعض الخطوات خطوة بخطوة. نبدأ بقى ايه كده، اول حاجة اللي انا هفضي الصابون. طبعا الصابون ده هوت الازازه ديت انا مش يعني بعد ما بخلص الصابون واصلحه مينفعش ان انا احطه في الازازه تاني مطرح الصابون. الازازه دي لازم اغسلها كويس جدا جدا، علشان انا لو صلحت الصابون وجيت حطيته فيها في الاخر هلاقيه اللي هو يفصل ايه معايا، فاغسلها كويس جدا. وبعد كده لو انا عايزه اعبي فيها اعبي فيها ايه تاني، فانا هغسلها وهنرجع تاني ونكمل ايه مع دلوقتي. هبدأ بقى ان انا اضيف المية السخنة اللي هي بتغلي اهيت. هبدأ ان انا اقلب الصابون كده اهوت كويس، وبعد ما بقلبه بسيبه لحد الصابون ما يبرد ايه معايا خالص. بس كده هوريلكوا شكله، شايفين اول ما حطيت عليه المية السخنة
اعمل ازاي؟ هقول له هو فك معايا خالص، كان الاول الصابون فاصل وعامل زي اللبن كده، اللبن مقطع كده. فدلوقتي ايه زي ما احنا شايفين اللي هو رجع تاني صابون سايل اهوت. هنسيبه بقى ايه دلوقتي لحد ما يبرد ايه خالص، ونرجع ايه تاني نكمل. لا واوريكم برضو القوام بتاعه هيبقى عامل ازاي. يا تابعوني. يا دلوقتي حبايبي بعد ما سبت الصابون كده عدى عليه يعني طول الليل كده دوت يوم يعني، هبدأ بقى ايه دلوقتي اللي انا اوريكم ما القوام بتاعه. هو هتلاقوه اللي هو ايه تقول معايا شايفين. نعم اهوت، هبدأ اللي انا اديله ايه تقليبه كده اهوت، القوام بتاعه تقول معايا وبقى حلو واتظبط زي ما احنا شايفين ايه دلوقتي. انا كده اديت له تقليبه اهوت، هنوريكم القوام برضو بالكوبايه شايفين. سامعين الصوت؟ القوام بقى حلو جدا. يبقى كده انا وريتكم طريقه سهله وبسيطه ازاي اللي انت تصلحي الصابون بكل سهوله. كده انا قلبت فيه كده خلاص، عايزه اوريكم برضو القوام بتاعه كويس، شايفين المنظر؟ وهتلاقوه معايا كمان اللي هو ايه بقى فيه شفافيه، يعني كل ما يفضل معاكي كل ما يقعد وقت يعني 3 4 ايام كمان هتلاقوه اللي هو بقى ايه شفاف شايفين. تحفه وجميل جدا. دلوقتي هنجيب ازازه بقى كده اهوت، الازازه دي غسلتها كويس جدا، هبدأ اللي انا اعبي فيها الصابون. دلوقتي هعبي بقى اللي جبت القمع كده اهوت، وهبدأ بقى اللي انا اعبي الصابون. طريقه سهله وبسيطه اهيت، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ تقيل. هعبي انا بقى الكميه ديت في الازازه، طبعا الكميه ديت هتبقى ياما، هي هتاخد الازازه وهيفضل معايا تاني يعني. وهرجع تاني واوريكم ايه، اوريكم شكله بعد ما عبيته. والازازه لازم تتغسل كويس جدا قبل ما اعبي فيها،
شايفين حتى نازل من الازازه ازاي من القمع، يعني تحس ان القوام بتاعه تقيل. لا ثانيه واحده عشان انتوا مش عارفين، مش شايفين الازازه هوريها لكم. ماشي شايفين؟ نعم هوريكم برضو الرغوه بتاعته ايه دلوقتي. ياه شايفين رغوته حتى دلوقتي عامله ازاي؟ نجيب الغطا ونحط بقى الإزازة. شايفين شكله جميل ازاي؟ طبعا انا لسه فاضل معايا اهيت كميه تانيه اهيت هعبيها برضو، هجيب اي حاجه عندي ازازه تانيه حتى زي دي ولا حاجه واعبيها ونرجع تاني. هوقف دلوقتي مع بال ما اعبي الكميه دي ونرجع تاني نشوف بقى ايه هي طلعت معايا قد ايه. دلوقتي حبايبي زي ما احنا شايفين انا كده عبيت الصابون كده ايه خلاص، طلع معايا الازازه ديت اهيت وطلع معايا يعني الشويه دول كمان. نعم فده كده الكميه اللي طلعت معايا. يبقى انا كده عملت الصابون صلحته معاكم، شايفين الرغوه بتاعته حلوه ازاي. هنات بقى ايه هنجربه ايه مع بعض. هنجيب شويه ميه عشان اوريكم برضو الرغوه بتاعته، حبه ميه اهوت وسايبه انا شويه في الكوبايه، ما رضيتش ان انا اعبيهم، قلت برضو ان انا ايه اجرب لكم الصابون عشان اوريكم الرغوه بتاعته. شايفين الرغوه بتاعته جميله ازاي اهي، تحفه وجميل جدا. اتمنى حبايبي الطريقه النهارده تكونوا استفدتم منها وتكون عجبتكم. طبعا الكميه اللي طلعت زياده الثلاث كوبايات الميه اللي انا زودتهم وثلاث كوبايات الصابون السائل هما دول اللي ظبطوا لي الدنيا وخلوا الصابون معايا زي الفل زي ما احنا شايفينه بجوده عاليه كمان اهوت، وما استخدمتش فيه صابون سائل من بره، انا استخدمت الصابون السائل اللي انا عاملاه في البيت. كان معاكم حنان الوراكي قناه متنوعه، وفضلا وليس امرا حبيبتي لو اول مره تتابعيني يا ريت كده لو عجبك الفيديو يا ريت كده تدعميني باللايك والشير والاشتراك في القناه، وما تنسيش تفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.